ولنقاش الحركة الاحتجاجية التي تشهدها تونس في الذكرى العاشرة لثورتها ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز علاقات تركيا والعالم الإسلامي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلة. أهلا بكم سيدي. سيد زياد، كيف يمكن تفسير الحركة الاحتجاجية التي تشهدها تونس في هذه الأيام، وذلك من حيث المطالب التي لا تختلف كثيرا عن المطالب التي رفعت قبل 10 سنوات؟ نعم، للأسف هنا المفارقة، أنه بعد 10 سنوات، بعد عقد من الزمان على اندلاع ثورة الحرية والكرامة في تونس، يضطر الناس للخروج مرة أخرى إلى الشارع، وخاصة فئة الشباب منهم، للمطالبة بالعيش الكريم، للمطالبة بتحقيق الهدف الثاني للثورة بعد الحرية وهو الكرامة. فهذا هو الوضع الحالي للأسف في اليوم، أنه اختلط الحبل بالنابل في الاحتجاجات الأخيرة. يعني هناك صنف من الشباب لا شك خرج محتجا على أوضاعه المعيشية، محتجا على ما آلت إليه الأوضاع على مستوى المعيشي في تونس، ولكن لا شك أنه هناك بعض الأطراف تصللت من بين المحتجي لإثارة الفوضى، لتحقيق مكاسب سياسوية مدفوعة ممكن من بعض الأطراف التي لم ترق لها نتائج العملية السياسية. بالمحصلة الاحتجاجات كذلك حصلت في ضوء أزمة سياسية خانقة، في ظل فراغ كبير تتركه مؤسسات الدولة. للعلم فقط، مؤسسات الدولة باستثناء التصريح المقتضب والذي جاء في سياق غير رسمي لرئيس الجمهورية، بقية مؤسسات الدولة ما زالت صامتة، وخاصة رئاسة الحكومة المعنية مباشرة بالإجابة عما يحدث بالفعل يعني على مستوى هذه الاحتجاجات وهذه الاضطرابات وهذه الاشتباكات. إلى حد الآن جزء من الصورة غير واضح، جزء من الصورة غائب، وللأسف البلاغات التي تصدرها وزارة الداخلية يعني بلاغات مقتضبة لا تفي بالغرض، وفي الخلاصة وهو الأهم، لا إجابة عن طبيعة الإشكال وكيف يمكن معالجة هذا الإشكال. لأنه استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل الجائحة منذر بمزيد تجذر هذه التحركات وتوسع رقعة الاحتجاجات، وبالتالي هناك فرصة للباحثين عن الفوضى لمزيد الاستثمار في مثل هذه الاحتجاجات والركوب عليها وإدخان البلاد بمشاكل إضافية غير المشاكل التي تعيشها. من هي هذه الجهات التي تستثمر هذه الحركة الاحتجاجية برأيكم، باعتبار أن الرئيس قيس سعيد أشار لهذه الجهات السياسية التي تعمل في الظلام مثل ما قال؟ والله هي الحقيقة لا يوجد دلائل واضحة على 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 جهات بعينها يمكن أن نسميها، ولكن واضح أنه بعض الأطراف التي خسرت الانتخابات السابقة من بعض، للأسف وهذا برز حتى على لسان بعض يعني زعماء اليسار المتطرف، أرادوا الاستثمار في مثل هذه التحركات. بعض ممكن الجهات الخارجية التي تسعى باستمرار إلى تفويض الأمن والاستقرار في تونس، والتي باستمرار غير راضية على مسار نجاح المسار الديمقراطي في تونس. هذا تحليلا وليس من حيث الوقائع، لأنه كما قلت لك للأسف مؤسسات الدولة في ظل الأزمة السياسية التي تشوقها لا يوجد رواية واحدة ورسمية واضحة عن حقيقة ما يحدث. ولكن كما قلت يجب أن أنبه في كل الحالات أنه جزء كبير من هذه الاحتجاجات هي شرعية ولها أسبابها الموجودة على الأرض، وأنه جزء كبير من الناس الذين يخرجون إلى الشارع لديهم بالفعل ما يبرر خروجهم. المستهجن هنا هو الجنوح إلى شيء من العنف، وخاصة استهداف الممتلكات سواء بشكل إرادي أو بشكل غير إرادي أو بشكل يعني فيه جانب انتقامي أو خلفية انتقامية أو خلفية إجرامية أو خلفية تريد الفوضى. بالمحصلة هناك أزمة حادة في البلاد عنوانها اقتصادي واجتماعي وخلفيتها السياسية، وبالتالي مؤسسات الدولة معنية يعني من على في بسرعة وبشكل عاجل على أن تعالج هذه الوضعية حتى نخرج بالبلاد من الأزمة التي تعيشها. لكن سيد زياد، هذا الغضب الشعبي الذي شاهدناه، ولا نبرر الفوضى حتما، قد يكون غضب اجتماعي حقيقي لما وصلت إليه تونس. ما حققته تونس بعد الثورة فشلت فيه الكثير من الدول، دول الربيع العربي. إلى أي مدى تظن أن الأحلام فاقت توقعات الشعب التونسي؟
نعم، تعرفين جيدا انه طبيعة تفكير المواطن العادي غير تفكير طبيعة تفكير النخبة. المواطن العادي يحتاج نتائج ناجزة وسريعة تنعكس بشكل مباشر على وضعه الاجتماعي والاقتصادي. السياسي والنخبة يفكر بطريقة ممكن مختلفة قليلا، ويعتبر انه ما حصل الى حد الان انجاز، خاصة اذا ما قورنا بما يحصل في المنطقة من اضطرابات، وباعتبار ما كيد لتونس من دساس. ولكن بالخلاصة بالامكان ان نشتغل على الجانبين. لا شك اليوم انه بالفعل نخبه البلاد فشلت في جمله من الملفات، ملف محاربه الفساد الذي صار مهيكلا داخل مؤسسات الدوله. للاسف التونسيون يعني يصبحون ويمسون على صراعات السياسيين في البلاتوهات الاعلاميه، في البرلمان، وتبادل العنف اللفظي وحتى المادي، يعني في الازمه التي تشق العلاقه بين رئاسه الجمهوريه وبقيه مؤسسات الدوله سواء رئاسه الحكومه ورئاسه البرلمان. وبالتالي التونسي لم يعد يجد المبررات لهذه النخبه انه في استمرار الوضعيه التي عليه، ويحملها بجزء كبير منها مشاكل البلاد، وان ارهقت البلاد بمشاكلها بدل ان تنكفئ وتشتغل على معالجه الاوضاع ولو في حدها الادنى. لانه نحن نتحدث عن ارقام مخيفه اليوم للاقتصاد التونسي، هناك مديونيه عاليه، هناك تضخم عالي، هناك تراجع لمؤشر النمو بشكل غير مسبوق، هناك عشرات الالاف فقدوا وظائفهم يعني خلال يعني ازمه الكوفيد. وبالتالي نحن نتحدث عن وضع صعب وصعب جدا. وللاسف كذلك انه في مستوى الخطاب السياسي لا يوجد خطاب سياسي مطمئن. يعني كما قلت لك، بعد اندلاع الاحتجاجات قبل 5 ايام انتظرنا تقريبا 4 ايام كامله حتى يخرج رئيس الجمهوريه ويتكلم، وبالتالي هناك فراغ هائل سمح لمزيد توسع رقعه الاحتجاجات وكما قلت الاستثمار فيها. فنتحدث هنا عن عجز سياسي وعلى ضروره معالجه سياسيه سريعه للاوضاع حتى نستطيع الخروج بالبلاد من الأزمة التي فيها، وخاصة أن نضع خطة لمعالجة الأوضاع، وأن يرى التونسيون هناك مشروع حقيقي لمعالجة أوضاعهم. للأسف لا يوجد لا مشروع ولا إجراءات يعني ظرفية ولو وقتية تخفف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها التونسيون. شكرا جزيلا لك زياد أبو مخلى، رئيس مركز علاقات تركيا والعالم الإسلامي وناشط سياسي تونسي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.